مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الاخيره معانا النهارده في برنامج كلام في الميديا. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ عمر عبد الله الناقد الرياضي بجريده الوطن. استاذ عمر برحب بيك. اهلا، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ نبتدي من الاهلي معاك. في البداية طبعا عايزين نتكلم عن مباراة الأهلي بالأمس أمام فريق الترسانة، أهميتها بالنسبة للفريق وخصوصا أنه مقبل على مرحلة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخصوصا كمان هي كانت بعد هزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري. رأيك في المباراة بالتحديد كمان في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين؟ مباراة مهمة جدا، أهم حاجة في المباراة دي الاستمرارية، إن أنت بتفضل بتنافس في كل البطولات. النادي الأهلي دايما بيلعب على كل البطولات، متواجد في بطولة أفريقيا في النصف النهائي، قطع شوط كبير إن شاء الله بإذن الله إن هو يكون موجود في النهائي، متواجد في بطولة الدوري الممتاز. فبطولة الكأس دايما بتبقى خادعة، أصعب بطولة ممكن تاخدها بطولة الكأس، خاصة كمان مع اللخبطة اللي عندنا هنا في الكورة في مصر، فأنت بتلعب تقريبا من غير الفريق كله. لكن تواجد عدد كبير من اللاعبين اصحاب خبرات، عندهم خبرات زي احمد الشيخ اللي نزل خلص المباراه، اسلام محارب موجود في الفتره اللي فاتت مع الفريق، برضو تواجد لعيب بحجم شريف اكرامي موجود على الدكه في وسط اللاعبين ده، برضو حتى لو ما شاركش كان مدي مساحه كبيره جدا من الثقه ان هو يكلم اللعيبه ويتواجد معاهم. مباراه كانت مهمه جدا جدا، مش مباراه زي ما الناس فاكره ما بين فريق في الدرجه الاولى وفريق في الدرجه الثانيه، بالعكس المباريات اللي بتبقى زي دي بتبقى الطموح الوحيد لفرق الدرجه الثانيه. الترسانه قدم مباراه كويسه جدا، ولكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب النادي الاهلي، فطبيعي ان النادي الاهلي بيكون عنده الابر هاند في المواقف اللي زي دي. كارتيرون تعامل مع المباراه بشكل جيد جدا. احنا عندنا ازمه في الكره المصريه ان انت المدرب بيفضل في عنق زجاجه الموسم كله، ان انت الموسم كله انت مش عارف له راس من رجليه، فانت بتلعب بطوله الكاس انت لسه في بدايتها، وانت المفروض في نهايه بطوله افريقيا، بتلعب في الدوري وانت لسه بتنافس وحامل اللقب، وانت بتفنش كلها في بعض. فالراجل يعني احسن التعامل مع المباراه. الراي الفني طبعا عليه اختلافات كتير، ممكن الناس تشوف ان المباراه كان المفروض الاهلي خلاصها من بدري او ولكن في النهايه حقق المطلوب، واهم حاجه موجوده حاليا دلوقتي ان الفريق بينافس في الثلاث بطولات اللي هو متواجد فيها. طيب هنرجع للاهلي تاني، بس خلينا نروح بسرعه لزميلنا احمد كوان مراسل قناه النادي الاهلي، واللي كان متواجد في المؤتمر الصحفي النهارده الخاص بمنتخب مصر قبل مباراه الغد. يا احمد مساء الفل عليك. سعد عليك. اخبارك ايه؟ عمر عبد الله برحب حبيبي، وحشني يا ابو حميد، ومرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. حبيبي اهلا بك يا احمد، طمنا طبعا على المؤتمر الصحفي الخاص بمستر جيري النهارده قبل مباراه الغد، وانت حضرت المؤتمر، قول لنا ابرز ما دار في هذا المؤتمر. بدايه طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مصر ومباراه سويسرا، اكيد ان المنتخب بياخد هذه المباراه من تصفيات الكاميرون ان شاء الله 2019. نتمنى التوفيق لمنتخبنا مباراة الغد، لكن بداية المؤتمر الصحفي بدأ متأخر شوية، وكان في اعتذار صريح من مستر أجيري على التأخير بسبب سوء الاتصالات، كانت الدنيا زحمة وكده، لكن هو لما بيتكلم بشكل صريح إن هو سعيد إن المباراة تتلعب في القاهرة، ولأن طبعا ده محتاج دعم كبير جدا من الجماهير، بيحترم المنتخب السويسري جدا، والمجموعة بالنسبة له لسه مفتوحة، هو بيلعب النهارده رقم 2 وبيأمل إن هو رقم 1 وتتوقع على تونس المشوار اللي جاي، هدفه صريح في الفترة اللي جاية، أكد إن كل اللاعبين بصحة جيدة وجاهزين للمباراة بكرة. لما بعض الناس اتكلموا عن بعض العناصر بانضمام لاعبين زي محمود علاء أو وليد سليمان لاعب النادي الأهلي وأحمد فتحي، أنا ما أقدرش أتكلم عن أي لاعب في المنتخب بره المنتخب، أنا بتكلم عن اللاعبين جوه المنتخب. ممكن تسألوني عن 25 لعيب، لكن لو اتكلمت على كل اللاعبين في الدوري هتكلم على 400 لعيب. بذكاء مدرب ما ردش على السؤال ده. بالظبط، لما تسأل عن محمد صلاح بالتاكيد امير عارف قيمه محمد صلاح طبعا، يمكن ثلث المؤتمر الصحفي كان على محمد صلاح من الاسئله. محمد صلاح قال ان محمد صلاح عنده رغبه كبيره جدا في انه يلعب في المباراه، واحنا عندنا رغبه في تواجده لان لعيب كبير عنده حظوظ، كل مباراه بيصنع فارق، بيديك اكثر من كام اسيست، فبالتالي وجوده ان شاء الله بكره هيكون موجود. كذلك برضو كان في سؤال يخص ان محمد صلاح جاهز ولا مش جاهز، هو اتاكد واشار ان محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي في كل المباريات، فبالتالي هو جاهز، وهو جاهز كمان داخل معسكر المنتخب. السؤال كان خارج المؤتمر واطار المؤتمر عن موضوع لاعبي شمال افريقيا، هو رد باختصار قال لك ان اللاعب المصري لازم يكون مميز عن غيره، ان ده حقه انه يلعب بالمنتخب، مستوى اللاعب المصري لازم يفرض نفسه على المستوى شمال افريقيا او غيره، واعتقد ان النقطه دي مش هتفيدني في الفتره الحاليه. نتكلم بس عن يعني هو مش عاجبه موضوع تبادل اللاعبين ما بين دول شمال افريقيا بشكل حر من غير ما يكونوا او يعتبروا لاعبين محترفين في الدول المختلفه. لا هو مش هو ما قالش بصراحه بالرفض او بالقبول، لكن هو
نتكلم بشكل اعتيادي ان يفضل ان اللاعب المصري هو اللي ياخد حقه اكتر، واللاعب المصري لازم يتفوق على اللاعب المحترف. انا سالته سؤال عن المستوى، الفريق اللي انت بتقابله هو مجهول بالنسبه للمصريين، فبالتالي هتواجهنا بتشكيله جديده ووجوه جديده. انا اتفق معاك ان مستوى المنتخب المصري اعلى مستوى السويسري المنافس، لكن في النهايه لازم نحترمه، واحنا محتاجين الثلاث نقاط. واما عن الوجوه الجديده في التشكيل فان شاء الله تشوفها بكره. محمد كانت بعض الاسئله مطروحه ليه، اتكلم بعض الزملاء عن صلاح، وان صلاح ما كانش موفق في الفترات الاخيره خصوصا كان صدفه باد لك في ضربه الجزاء اللي فاتت وصوره مع جه، لكن قال ان صلاح، محمد رد قال لك ان اي لاعب في العالم طبيعي جدا يكون موفق ومش موفق في بعض المباريات، طبيعي جدا يهدر اهداف ويحقق اهداف، دي كرة قدم النهارده كسبان بكره خسران. اتكلم عن برضه نقطة كانت مهمة، بعض السؤال سألوه عن غياب الوديات، المدرب جاي استلم مهمة بلا وديات يا أمير. سؤال مهم ده. كان بيمس شخصية أجيري وكذلك اللعيبة بالنسبة لهم هيستوعبوا الضغط اللي عليهم من اختلاف ثقافتين مختلفتين. رد محمد وقال طبيعي جدا كنا مضغوطين، ولكن احنا اتعودنا بحكم ان احنا بنلعب في دوريات مختلفة، وكذلك كل الزملاء اتعودوا من أول يوم شاركوا في المنتخب سواء الوجوه الجديدة ان طبيعي جدا انك تلعب تحت أي ظرف، وان طبيعي جدا تسعد الملايين اللي منتظرة في الشوارع أو في المدرجات. اتكلم برضو عن سالته عن موضوع تريزيجيه والربط بينه وبين صلاح في ضربه الجزاء، فتريزيجيه خد الكوره كان عاوز يلعب، فطبيعي جدا في اي فريق بيكون مرتب يا امير مين يلعب رقم واحد بعد كده رقم اثنين. فرد المحمدي قال ما فيش مشكله خالص بين تريزيجيه وصلاح، هو تريزيجيه كان مؤثر، صلاح برضه ما كانش موفق في ركله الجزاء، لكن هو رقم واحد في التسديد هو محمد صلاح في الضربات الثابته. ماشي. كان في سؤال اخيرا يعني مش عاوز اطول عليك. كان بعض الناس سالوا ان ثقافتين بقى وطريقه الاختلاف بين طريقه اللعب سواء اجيري او كوبر السابق المدير الفني للمنتخب المصري، فبالطبيعي كان رد المحمدي مدرستين كبار جدا، ده مدرسه بتلعب بشكل دفاعي وزون ديفنسك عالي جدا، اما المدرسه اللي احنا بنتدرب معاها دلوقتي هي مدرسه هجوميه بحته. تمام. المنتخب ان هو يعني خلاصه المؤتمر ان المنتخب جاهز بنسبة كبيرة جدا جدا ان هو فريق نواجه. ماشي يا احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد كوان مرئيس قناه النادي الاهلي، وقال لنا تفاصيل كثيره جدا عن المؤتمر الصحفي الخاص بمستر اجيري النهارده قبل مباراه الغد امام سويسلاند. نكمل كلامي مع استاذ عمر عبد الله، وكنا بنتكلم عن النادي الاهلي، هناخد بعض النقط اللي اتكلم فيها احمد كوان، لكن نخلص جزئيه النادي الاهلي الاول. واتكلمت انت عن التحديات المختلفه اللي بيلعب فيها الفريق هذا الموسم مختلف البطولات، هل شايف ان الضغط في كل البطولات دي ممكن يأثر على النادي الأهلي بالتحديد في مرحلة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة العودة أمام فريق فوكس تيب؟ هو النادي الأهلي معتاد على هذه الضغوط، يعني النادي الأهلي معتاد على هذه الضغوط وعنده ترتيب أولويات، يعني هزيمة الاتحاد السكندري بالنسبة للنادي الأهلي ما بتبقاش فاجعة كبيرة جدا، ليه؟ لأن هو دوري، هو الأهلي عارف الأولويات بتاعته إيه، دوري أنت ممكن تقع في مباراة عوض، عندك أكتر من 25 30 مباراة عوض فيهم، لكن لما تيجي تلعب بطولة أفريقيا المباراة الواحدة بتبقى نوك أوت خلاص، الغلطة بفورة زي ما بيقول. طبعًا. فبالتالي هو في ترتيب أولويات بالظبط، ترتيب أولويات وتحديد اتجاهات، حاليًا دلوقتي ما فيش صوت يعلو فوق صوت دوري أبطال افريقيا خصوصا بعد نتيجه مباراه الذهاب، كان ممكن تعلى النتيجه طبعا اكتر من كده، ولكن يبقى 2-0 مع نادي زي النادي الاهلي الفكره طلعت يوم السبت وقف عليها الحد لا ما اتدرستش. فنيا بقى هتفيد او مش هتفيد؟ هي اكيد هتفيد، هتفيد الانديه طبعا بشكل كبير جدا، واضح تالق كبير جدا للعيبه الشمال افريقيا في مصر سواء كان في الاهلي او في الزمالك، نتكلم على علي معلول واحد من افضل الاجنحه طبعا اللي جت في تاريخ الكره المصريه الاجانب، مفتاح لعب عالي جدا وعنده ثقافه وثقافه دي مهمه جدا في الملعب طبعا. على فكره لعيب يعني عنده ثقافه الملعب لعيب مهم جدا. وليد ازارو موجود، حتى لو بصينا في الزمالك هنلاقي فرجاني ساسي وحمد النقاص برده موجودين من شمال افريقيا، في لعيبه ثانيه بتلعب من شمال افريقيا في انديه الدوري الممتاز، فبالتالي انت في حميد احداث كان وفي حميد احداث في الزمالك لكن لسه ما خدش فرصته، فهي من ناحيه رفع مستوى اللاعبين لا الانديه انا اسف هترفع مستوى الانديه بشكل كبير جدا، لكن المنتخب لا هتضر طبعا المنتخب، يعني احنا ما هو في المقابل انت لما هتجيب لاعبين زي دول مثلا من شمال افريقيا، ما انت عندك نفس اللاعبين او ممكن لاعبين مصريين يروحوا شمال افريقيا، وفي نفس الوقت ممكن الانديه المصريه تفتح باب الاحتراف الخارجي بشكل اسهل شويه. هنا بقى السؤال، احنا كام لعيب عندنا خرج من مصر راح شمال افريقيا؟ انا ما افتكرش غير عمرو مرعي
عمرو مرعي بس تقريبا هو اللي راح النجم الساحلي التونسي. احنا عندنا صعب قوي اللعيب ما بيفكرش انه يروح شمال افريقيا. احنا اللعيب عندنا يطلع بره قبل كده عمرو زكي راح شويه ما حتى التعاقد ما كملش مع الرجاء ما كملش يا دوب نزل فتره الاعداد وبعد كده خرج. فهي المشكله في كده. لكن انا الاهلي كان جاب انيس بوبو جلبان وكان نجم كبير كان قائد فريق الصفاقسي كابتن فريق الصفاقسي وجاب علي معلول وهو كابتن فريق الصفاقسي. فهم طبعا انديه شمال افريقيا انديه كبيره ودوريات كبيره جدا ولكن قد يكون عندهم ثقافه ان انا اروح العب في اهلي واروح العب في الزمالك. احنا عندنا لعيب ما بيروحش شمال افريقيا ده ممكن يكون راجع الامكانيات فرق امكانيات في الناحيه الماديه بالتحديد ما بين مصر وبقيه دول شمال افريقيا. لان على حد معلوماتي المرتبات او الاجور هناك بالنسبه للاعبين في شمال افريقيا اقل بكتير من مصر وممكن تكون فرق طموحات ان انت تيجي النادي الاهلي. يعني انيس بوجلبان هو جه بعد مباراه الصفاقس الشهيره هو جاي عايز ياخد دوري ابطال افريقيا الاهلي حرمني من دوري ابطال افريقيا انا عايز اخد دوري ابطال افريقيا. علي معلول نفس القصه والاثنين وصلوا نهائي افريقيا مع الاهلي وكمان انيس بوجلبان توج بالبطوله. فبالتالي هو ممكن يكون فرق طموح برضو ده مش تقليلا من انديه شمال افريقيا. انديه شمال افريقيا انديه كبيره جدا وطبعا الترجي موجود في قبل النهائي وداد بطل السنه اللي فاتت والنجم الساحلي كلهم انديه كبيره. لكن احنا بنتكلم في حاله الكره المصريه بس تحديدا. القرار قد يكون صائب بس لو اتحاد الكره درسه. انا شايف ان في استعجال ما اتدرسش. انت لما هتجيب اللعيبه دي هل هتقننها؟ يعني هو لعيب مش هيعتبر لعيب اجنبي بس هل انا ممكن اشتري 11 لعيب من بره؟ ما دي برده مشكله كبيره جدا. طب لو حصل وعندك العدد ده زاد البديل ايه بالنسبه لك في المنتخبات؟ الانديه الاوروبيه لا عشان لو في حد هيضرب المثل ويتكلم بان اوروبا فاتحه كل حاجه. الانديه الاوروبيه بتشترط ان انت عندك حد يعني عدد معين من اللاعبين من مدرسه النادي ومن الجنسيه لازم يبقوا موجودين في القائمه. يعني لما بتقيد 25 لاعب في دوري ابطال اوروبا لازم عندك خمسه من ايطاليان ايطاليين مثلا من قائمه يوفنتوس من مدرسه الكره في يوفنتوس. فبالتالي انت بتقنن الموضوع ده بتحط نسبه 20% من القائمه من اللاعبين المحليين. هل اتحاد الكره درس ده؟ انا ما اعتقدش ان هو درس القرار ده. هو قرار اتاخد بشكل سريع جدا ولكن طبعا زي ما قلت لك عشان ما نبقاش تهنا في الكلام هو فنيا هيفيد الانديه بشكل كبير جدا لكن اتحاد الكره لم يدرسه بالشكل الكافي. انت ضد القرار ده؟ انا شايف ان هو كان المفروض يعني يدرس لو هيتطبق يتطبق من اول الموسم الجاي. طيب. مش في نص الموسم. طيب نروح للكره العالميه شويه نبتدي بمحمد صلاح. رايك في محمد صلاح الموسم ده بالتحديد؟ الناس كلها بتقارنه بالموسم اللي فات وارقامه الرائعه في الموسم اللي فات. شايف ان البدايه مختلفه بالنسبه لمحمد شويه كمان من ناحيه التركيز ممكن يكون قلل شويه بالنسبه لمحمد ولا رؤيتك ايه؟ محمد صلاح واحد من افضل اللاعبين في العالم مش بكلامنا ولا براينا ده هو خلاص امر واقع. ثالث احسن لعيب في اوروبا وثالث احسن لعيب في العالم بالزبط. ومرشح من 30 من البالون دور. لكن هو محمد انا بشوف ان محمد صلاح المشكله الوحيده اللي عنده انه نازل بارث الموسم الماضي. محمد صلاح هو شايل انا لازم اثبت ان انا مش الواندر سيزون كده. يعني انا مش الراجل بتاع معجزه الموسم الواحد. انا عندي استمراريه. لو هو شال هذه الفكره من دماغه هيكمل عادي جدا هيبقى عنده استمراريه. هي دي المشكله. مشكله كمان المقارنه كمان بيضغطوا عليه في حته ان هو لاعب الموسم الواحد ونجم وظاهره الموسم دي ضغط عليه شويه وعايز يثبت العكس وهو حاططها في دماغه. لا محمد صلاح كان سر قوته. سر قوه محمد صلاح على مدار مسيرته كلها الرائعه طبعا مع كره القدم انه ما بيسمعش. ما بيسمعش لحد. هو مركز. محمد صلاح هو عنده 20 سنه راح لعب في اسرائيل عشان ما سمعش. ركز ولعب واحرز اهداف وكمل مسيرته الاحترافيه. محمد صلاح خد قرار ان هو يمشي من تشيلسي في عز ما الناس كلها بتقول له لا كمل واستنى. لا هو قرر انه يمشي وراح نادي اقل طبعا مع احترامنا الكبير ليه نادي فيورنتينا راح عشان يرجع تاني ليفربول ويبقى النجم الاوحد. انا مشكله صلاح بالنسبه لي ان هو السنه دي بدا يسمع. بدا يسمع ان هو لا انت مش قافل على نفسه يعني. لا بالظبط. انت بدا يسمع ان الناس بتقارنه بالموسم اللي فات. بدا يسمع ان هو متهم بان هو لعيب الموسم الواحد. بدا يسمع ان هو عايز يعمل موسم جديد زي الموسم اللي فات. الموسم اللي عمله محمد صلاح موسم استثنائي. مش اي لعيب يبدا موسم يحرز 45 هدف او 50 هدف. بالزبط. محمد صلاح لو اقنع نفسه ان هو لو وصل لل 25 هدف ده موسم رائع وده حقيقي. ده مش طبعاً. مش كلام كلام انشاء او كلام لرفع. رقم كبير 25 هدف مش لو اقنع نفسه ان هو ال 25 هدف دول كافيين لان هو يبقى فعلا على نفس التراك محمد صلاح هيجيب ال 40 هدف. بس هو عشان عايز يجيب ال 40 وال 50 هدف فمضغوط. هي القصه كلها ان محمد صلاح محتاج ان هو يفصل شويه يسد ودانه عن الانتقادات اللي بتتقال عليه لان هو لعيب يمتلك كل الامكانيات وهو خلاص خارج التقييم. يعني مش احنا اللي هنقيم محمد صلاح. يمتلك كل الامكانيات ان هو يواصل على نفس النهج اللي سار عليه الموسم اللي فات وحقق بيه كل البطولات دي. الدوري الايطالي انت معايا لازم نتكلم عن الدوري الايطالي وانت خبير في الدوري الايطالي بالتحديد. ف
فشاف الدوري الايطالي سريعا ازاي الموسم ده مدى قوته، عوده الانديه الايطاليه كمان على الساحه الاوروبيه واضحه بشكل كبير جدا، تحديد كمان يوفنتوس ورونالدو كسبانين كل الماتشات حتى الان في بطوله الدوري بيحتلوا القمه، الامور شايفها ازاي في الدوري الايطالي في الموسم ده؟ الدوري الايطالي خد خطوه عملاقه في انه يستعيد مكانته ما بين الدوريات الاوروبيه على صعيد المتابعه وعلى صعيد الاهتمام وعلى صعيد الامور التجاريه والعوائد الماليه. التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان نقله رهيبه جدا للدوري الايطالي، مش لليوفنتوس فقط، نتكلم ان الدوري الايطالي لاول مره في تاريخه يعني يجتاز المليار يورو في سوق الانتقالات الصيفيه الماضيه لما تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو. بدا اللاعبين ان هم يطلبوا ان هم يروحوا الدوري الايطالي، اللعيبه اللي كانت عايزه تخرج من ايطاليا بدات تقعد. شفنا مفاوضات كبيره مع لوكا مودريتش، هو نفسه كان حابب انه يروح انتر. هتستمر المفاوضات دي في يناير؟ بشكل كبير جدا. لوكا مودريتش بشكل كبير جدا ممكن الموسم اللي جاي يكون موجود في يناير انتر. ولا الموسم الجاي؟ لا في انتر، يعني ريال مدريد صعب انه يبيع في يناير، الظروف عنده برضه صعبه شويه، تعويض لاعب بحجم لوكا مودريتش صعب شويه، فممكن المفاوضات هتبدا تاني وهتستمر تاني من النص التاني من الموسم، ممكن يكون لوكا مودريتش موجود في انتر في الموسم المقبل. الانديه الايطاليه عادت بشكل كبير جدا في اوروبا، بنتكلم اربع فرق ايطاليه في الجوله الماضيه كلها بتحقق الفوز او ثلاثه منهم بيحققوا الفوز. يوفنتوس بيعتلي صداره مجموعته وصداره الدوري، انت حتى انتر اللي تعثر في بدايه الدوري كسبان مباراتين في مجموعه صعبه جدا مع برشلونه وتوتنهام. اعتقد ان الدوري الايطالي بدا يستعيد بعض من بريقه اللي فقده في الفتره اللي فاتت. طيب استاذ عمر عبد الله، بصراحه الحوار معاك شيق وممتع جدا وامدتنا بالعديد من المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا، انا بشكرك جدا جدا وكنت سعيد جدا بتواجد معاك. ان شاء الله تكون معانا في حلقه ثانيه كمان عشان ناخد وقت اكبر من كده ان شاء الله. طبعا كان معانا استاذ عمر عبد الله الناقد الرياضي بجريده الوطن، واتكلمنا في العديد من الامور سواء على الساحه المصريه الساحه العالميه وكمان فيما يخص النادي الاهلي ومشواره الافريقي والمحلي كمان. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج كلامنا في الميديا يوم السبت ان شاء الله مع زميلتي العزيزه شيماء صابر. الى اللقاء. فريق زي النادي الاهلي تبقى نتيجه مطمئنه الى حد كبير، مجرد بس الصعود للمباراه النهائيه ده برده هيخلي يخفف الضغط. انا ما اعتقدش ان في اي تاثير على النادي الاهلي سلبيا خلال الفتره دي، لانه دايما النادي الاهلي السنه اللي فاتت برده كان موجود في البطوله الافريقيه لحد المباراه النهائيه لحد نهايتها، ومع ذلك توج ببطوله الدوري ونافس في بطوله الكاس، وبالتالي هو النادي الاهلي معتاد على هذه الضغوط. واعتقد ان هي زي ما بقول لك بس هي لخبطه، انت بتحس كل شويه ان في عنق زجاج، كل شويه في عنق زجاج ما بيخلصش، ولكن اعتقد على شهر ديسمبر ان شاء الله يعني قدامنا شهر او حاجه عنق السجاجه ده ينتهي مع نهايه بطوله افريقيا ان شاء الله اللي بنتمناها للنادي الاهلي ان شاء الله. ربنا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. لكن نروح بقى لمنتخب مصر اللي بيستعد لمباراه مهمه غدا، وزي ما سمعنا احمد كوان من شويه اتكلم عن مؤتمر صحفي خاص بمستر اجيري، عندك تعليق على اي كلام او من سؤال من الاسئله اللي سالت مستر اجيري؟ هو عندي تعليق على اجيري نفسه، اجيري ذكي، اجيري ذكي جدا، اهم مميزاته ذكي جدا، وعارف ان هو جاي في مقارنه مع هيكتور كوبر. هيكتور كوبر رغم ان هو يعني في المجمل العام نجح في تحقيق اهدافه بالظبط، وصول لكاس الامم الافريقيه ونهائي كاس الامم الافريقيه ثم الصعود لكاس العالم، الا انه كان مدرب مغضوب عليه بسبب طريقه اللعب وشكل طريقه اللعب، فهو عارف انه دايما هيتناقش في طريقه اللعب، اللاعبين اللي ما كانش بيختارهم كوبر، فهو مدرب ذكي جدا بيعرف يخرج من المواقف دي. كمان ساعده ترتيب المباريات، عنده مباراه مع النيجر في المباراه الاولى زي ما احنا شفناها، قدر انه يحقق فوز عريض، وبعد كده مباراه غدا بكره مع سوازيلاند ومباراه ثانيه مع فعنده ترتيب المباريات مديله مساحه انه يقدر يعني يعتبر المباريات دي مش هنقول مباريات وديه، ولكن فرق المستوى كبير جدا، فمديله مساحه ان هو يجرب ان هو يدخل طريقه لعب جديده. ذكاؤه كمان في الاستغناء عن مركز صانع الالعاب اللي فيه ازمه في مصر كلها، طبعا دايما كنا بنقول ان مركز رقم 10 ده فيه مشكله صانع الالعاب، فهو استغنى عنه تماما وعوضه بثلاثه في خط النص. فواضح جدا ان اجيري ذكي جدا، عارف هو جاي على ايه، ترتيب المباريات خدمه، ولكن نتمنى بقى ان ترتيب المباريات ده يديله مساحه انه يدخل عناصر جديده للمنتخب الوطني. شفنا ده يعني برده باهر المحمدي في المباراه الاولى بدا بشكل كويس جدا، بكره احتمال كبير جدا عمرو طارق يبدا لغياب حجازي عشان الانذارين، لعيب كويس جدا وبرده خد تجربه وبياخد تجربه في الدوري الامريكي. شفنا ايمن اشرف خد معاه فرصه المباراه اللي فاتت رغم انه كان بينضم رغم مستوى عالي جدا، ولكن بينضم ما كانش بيشترك مع كوفر، لكنه شارك المباراه اللي فاتت، احتماليه كبيره جدا برده ان هو يشارك بكره.
اتمنى بقى الفتره اللي جايه تحديدا صلاح محسن ياخد فرصه في المنتخب، لان انا بشوف ان صلاح محسن هو انسب مهاجم يلعب مع محمد صلاح. بس اللي عطلته شويه على المعسكر ده بالظبط، لكن انا اتمنى ان هو ياخد فرصه في الفتره اللي جايه مع المنتخب، مع الوجوه اللي هو الوجوه الجديده اللي بيضمها اجيري وبيدخلها مع الفريق في الفتره دي، لان صلاح محسن هو انسب واحد يلعب مع محمد صلاح في ثلاثي الهجوم. صلاح محسن عشان السرعه، عشان السرعه، وعشان كمان لو بصيت على طريقه لعب صلاح مع ليفربول احنا هنقول شبه، يعني مش نفس يعني بس شبه الطريقه يعني. بالظبط، اتكلم على فيرمينيو وماني صلاح، ثلاثه عندهم فليكسبيليتي بيتحركوا كلهم الثلاثه مع بعض، ما فيهمش المهاجم التارجت مان السترايكر الصريح، فانت ممكن تدخل صلاح مع تريزيجيه مع صلاح محسن، يبقى هم الثلاثه برضو عندهم نفس القابليه وتستفيد منهم هم الثلاثه بمعدل السرعات. كمان تدي ثقه لصلاح محسن، صلاح 26 سنة، صلاح محسن 21 أو 20 سنة، بعد 4-5 سنين صلاح هيخش ثلاثينات، فصلاح محسن هو اللي يقود المنتخب، يبقى عندك تلاحم أجيال بشكل كويس في لعيب واعد يقدر يقود هجوم منتخب مصر الفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب أنت مع استبعاد بعض اللاعبين أمثال مثلا وليد سليمان، أحمد فتحي، والسياسة اللي بيتبعها الجهاز الفني دلوقتي للمنتخب أن هو يعتمد على اللاعبين اللي سنهم يكون صغير شوية ويستفاد منهم على مراحل بعيدة، لكن أعتقد في نفس الوقت ممكن أن أنت تضيف لاعبين يكون عندهم خبره ينقلوها للاعبين الصغيرين دول بالتحديد في منتخب مصر، انت مع الجزئيه دي استبعاد بعض اللاعبين الكبار مثلا؟ هو جميل ان يبقى عندي استراتيجي ان انا ادخل لعيبه صغيرين واديهم فرصه وكل الكلام ده، ولكن انت بغض النظر كمان عن الخبرات انت في مستوى بيفرض نفسه انك ما لازم يبقى عندك، ده يبقى بره استثناء القاعده اللي انت حاططها، يعني انت حاطط قاعده ان انت هتعتمد على اللعيبه الصغيره عشان جيل جديد وما الى ذلك، لكن عندك مستوى بيفرض نفسه ان يبقى استثناء للقاعده دي تحديدا وليد سليمان. يعني انا مش ومن الموسم اللي فات كمان، يعني مش الموسم الحالي بس، لا من الموسم اللي فات، بس الموسم ده باين اكتر، ظاهر اكتر، لان وليد لعيب دايما بنقول ان اللعيب الكبير يبقى دايما في المباريات الكبيره بالظبط، والاهلي كل مبارياته الاخيره مباراه كبيره، فهو ظاهر بشكل كبير جدا في المباريات الكبيره، واضح ان هو عنده القدره ان هو يشيل الفريق بشكل كويس، كمان تغيير مركزه من الطرف للقلب بالظبط، برضه عنده ادى قابليه ان اللعيب ده ممكن يلعب في اكتر من مركز، هو بيتحمل المسؤوليه بصراحه بشكل كبير جدا يعني. فبالتالي لو انت عندك استراتيجي ان انت تلعب بلعيبه شباب ولعيبه صغيرين في السن ده مقبول جدا وده طبيعي جدا، واحنا كنا لسه بنقول ادي صلاح محسن في الفتره اللي جايه بعد ما تعطل الفتره دي وكان موجود معاك في ماتش النيجر، لكن عندك برضو بعض المستويات بتبقى استثناء للقاعده. وليد سليمان استثناء لقاعده ان انت تعتمد على اللعيبه الشباب، لازم وليد سليمان يكون خصوصا موجود. انت عندك بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله السنه الجايه على طول، يعني مش هيكون كبر يعني، يعني هو موجود يعني هو حتى، وبعدين احنا ليه بنبص على السن ان هو كبر؟ انا ممكن اجيب لعيب صغير ما يدينيش الاداء ده بالظبط، يعني احنا بنشوف كريستيانو رونالدو رايح يوفنتوس 120 مليون يورو 33 سنه، يعني الفكره ما لهاش اي علاقه خالص بان انت عندك كام سنه. انا اللعيب بالنسبه لي بمجرد من حاله مجرده، انا عايز منه الواجبات، هل اللاعب ده بيؤدي الواجبات دي ولا لا؟ سنه بقى 40 سنه لسنه 15 سنه دي مش بتاعتي انا، ليه ان اللعيب ده بيؤدي هذه الواجبات؟ طبعا وليد سليمان بيقدم مستوى عالي جدا، برضو مش عايزين نبقى نتكلم على وليد سليمان فاحمد فتحي سيء، لا بالعكس خالص، طبعا لعيب من افضل اللاعبين اللي موجودين الفتره الاخيره، يمكن هو كان عنده اصابه بس بسيطه حتى ما لعبش مباراه الامس، كدمه بس في اوروبا كده، ولكن هو طبعا ده برضو هو مستبعد اصلا من مباراه النيجر، لكن احمد فتحي يعني ممكن يكون مرهق شويه الفتره اللي فاتت، تلاحم مواسم بشكل كبير جدا، لعب كاس عالم، احمد تاريخ كبير جدا طبعًا في الكره المصريه، احد اهم لاعبي الكره المصريه على مدار التاريخ، يعني ولا لاعب عمل كل حاجه، يعني لعب كاس عالم كبار ولعب كاس عالم للشباب ولعب كاس عالم للانديه والاولمبياد وكاس امم افريقيه شباب، يعني لعيب كبير جدا برضو طبعًا. قد يكون ليه دور في المنتخب الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا برضو المنتخب عنده ازمه في الظهير الايمن، مفيش غير احمد المحمدي ومحمد هاني بيخش الفتره الاخيره دي، فاحمد فتحي ممكن يكون موجود، وانا اعتقد ان احمد فتحي كده كده هيكون موجود، لان اي مدرب في العالم بيحب الاربع لعيبه في لعيب، وهو ده احمد فتحي، هو جوكر او احمد فتحي اربع لعيبه في لعيب واحد بالظبط، يعني انت متوقع ان هو احمد فتحي وليد سليمان في الفتره اللي جايه، وليد سليمان هو لازم يلجا له بصراحه لازم يلجا لوليد سليمان، لان يعني صعب جدا ان هو يكون موجود، لكن هو عامه اجيري انا يعني هعذره لانه لسه في مرحله الاكتشاف، في لعيبه كتير جدا في الدوري تستحق ان هي تكون موجوده سواء من النادي الاهلي او من الانديه الاخرى، فانا اعتقد ان هو يعني خصوصا ان هو ضم احمد علي لاعب المقاولين تخطى ال 30 سنه اعتقد 32 سنه، ومع ذلك ضميته، وهو طبعا تم استبعاده بعد اصابته، لكن يعني اذا ممكن يبقى في قابليه، ده اللي انا بقول لك ان هي فكره السن جميله جدا ان انت تحط بروجكت طويل المدى، ولكن انت هيبقى عندك استثناءات بالظبط، هيبقى عندك استثناءات لان في المستوى بيفرض نفسه،
في الاول وفي الاخر. طيب رايك ايه في موضوع اتحاد شمال افريقيا وان خلاص في اتجاه ان يتم الموافقه على تبادل اللاعبين بشكل حر خالص من غير ما يعتبروا اللاعبين محترفين في مختلف الدول في شمال افريقيا بالتحديد؟ يعني هل شايف الموضوع ده هيكون مفيد للدوري المصري ومن ثم كمان المنتخب المصري ولا هيضر كمان الكره المصريه؟ هو انا بالنسبه لي الموضوع ده عايزين نفصله لنقطتين. اول نقطه احنا هنعمل الموضوع ده عشان نبقى دوله مستورده للاعبين ولا مصدره للاعبين؟ يعني انت عايز تقوي الدوري ولا تقوي المنتخب؟ ابسط مثال واضح لاي حد بيتابع كوره، دوري انجليزي اقوى دوري في العالم، منتخب ضعيف جدا. فانت عايز تقوي الدوري بتاعك. الدوري الانجليزي كان كويس في كاس العالم، مش المنتخب الانجليزي ادى اداء مقبول في كاس العالم، وصل قبل نهائي، ولكن برضو لو بصيت للمشوار هتلاقي ان هو ما لعبش غير السويد وبعد كده يعني كولومبيا تعادل، ثم ما واجهش الفرق القويه اللي لعبها، لعب بلجيكا مرتين خسر المرتين، ولكن في النهايه وصل نهائي قبل نهائي كاس العالم. ولكن احنا بنتكلم على مدار التاريخ اقوى دوري في العالم، ولكن منتخب ضعيف. هل انت عايز تعلي البراند بتاع الدوري المصري كاتحاد كوره مقابل ان انت تشتغل على المنتخب باستراتيجيه تانية؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، هل اتحاد الكوره درس الموضوع ولا هو مجرد اقتراح وافق عليه؟ يعني هل درس ان هو لما هيستقبل لعيبه من شمال افريقيا؟ انت شايف انه درس ولا ما درسش؟ لا ما درسش طبعا.